إدمانك لزيارة القبور نوع من أنواع المشاكل النفسية. أنت لازم تروحي لدكتور نفساني على فكرة. أنا برتاح في القبور لأن بقعد مع الناس اللي بحبها. أنا كل اللي بحبهم في القبور، عيلتي كلها، أمي وأختي وأبويا وجوزي وحبيبي وروحي وعقلي وقلبي وكله هناك. طب انت لما بتروحي هناك يعني فعلا بتحسي براحة نفسية؟ جدا. يعني انا بتحسي وانت يعني قاعدة كده ما بتحسيش ما بتخافيش؟ بصي اسعد وقت بقضيه في حياتي، الشيء اللي بيسعدني بجد زيارة القبور. ولما بقعد هناك والله يا إناس لو جو حرارته نار بحس بهواء كأنهم بيبوسوني، يعني بحس انه محمود جبسني، ماما جت بستني في خدي. برتاح جدا جدا وبكلمهم وبقعد معاهم وباخد لهم اكل والحاجات اللي بيحبوها. فالقبور دي متعه نفسيه مش محتاجه دكتور نفسي. مش عاوزين حزن كتير دلوقتي يعني. أيوة. ما تاخديناش في سكه كده هبدأ لك، هبدأ بالعياط.